تأكيدا على الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية وجهودها لدعم الشعب اليمني، عقد الدكتور عبد الله الربيع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمندوب الدائم لبعثة المملكة العربية السعودية بجنيف السفير الدكتور عبد العزيز محمد الواصل لقاء صحفيا بمقر الوفد الدائم للمملكة بجنيف. وصف فيه الدكتور الربيع المملكة بأنها أكثر الفاعلين في مجال العمل الإنساني على الساحة الدولية. طبعا هذا المؤتمر مؤتمر مهم جدا، لأنه في الواقع تأكيدا للدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، كان واجبا علينا إطلاع الرأي العام الغربي بما تقدمه المملكة العربية السعودية من جهود كبيرة جدا لدعم الشعب اليمني. أسعدني حضور عدد كبير من رجال ونساء الإعلام في الدول الأوروبية متعددة، وتم التأكيد وإيضاح هذه الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية لكافة مناطق ومحافظات اليمن وكل أطياف اليمن شمالا وجنوبا، مما يؤكد على حرص المملكة على كل فئات الشعب اليمني. الشراكة الدولية التي تجمع بين منظمات الأمم المتحدة العاملة في الحقل الإنساني ومركز الملك سلمان للإغاثة جعلت المملكة العربية أكثر الداعمين والفاعلين في المجال الإنساني في شتى أنحاء اليمن. هذا ما أكده المندوب الدائم لبعثة المملكة العربية السعودية بجنيف السفير الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل في اللقاء الصحفي. عم تم عقد مؤتمر صحفي لمعالي الدكتور عبد الله الربيع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة. المؤتمر الصحفي كان الهدف منه إلقاء الضوء على ما يقدمه المركز من مساعدات إنسانية سواء لليمن أو لغيرها من الدول. قدم معالي الدكتور عبد الله معلومات مفصلة عن البرامج التي يقدمها المركز في اليمن، كذلك ألقى الضوء على البرامج المساعدات التي يقدمها المركز في الدول الأخرى مثل النازحين في سوريا، في كل من تركيا والأردن وكذلك لبنان. أيضا كما تحدث على الجهود اللي يقوم بها المركز في جنوب السودان وفي جيبوتي وغيرها من المناطق. حسب المراقبون في جنيف أن المملكة العربية السعودية تعتبر جسر التواصل الإنساني بين منظمات الأمم المتحدة والشعوب المتأثرة بالصراعات والنزاعات المسلحة، هذا فضلا عن دورها في تنسيق العمل الإغاثي على المستوى الدولي بما يضمن تقديم الدعم للفئات المتضررة بما لا يتعارض مع المصالح الوطنية. منظمات الأمم المتحدة العاملة في الحقل الإنساني أكدت على أهمية وجود مركز الملك سلمان للإغاثة للعمل الإنساني في اليمن. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، جنيف.